السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. وزير الخارجية يثمن تصويت النرويج وإيرلندا على القرار الأممي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. هيئة الإحصاء تصدر عددا من مؤشرات الحالة الصحية في المملكة. بهدف رفع مستوى أداء الناقلات الجوية بدأ سريان السياسة الاقتصادية للطيران المدني بالمملكة. وتشاهدون في نشرتنا أيضا، المركز الوطني للأرصاد يتوقع استمرار الحالة الماطرة على مناطق واسعة من المملكة. أحييكم ثمن صاحب السمو الأمير فيصل ابن فرحان ابن عبد الله وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي أجرى اليوم بنظيره النرويجي اسبن بارث إيدي قرار النرويج بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر. ناقش الوزيران استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها وتضرر المدنيين العزل من استمرار الأوضاع، كما شدد وزير الخارجية على أهمية أن يطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد ومنع التهجير القسري وإيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين. كما أجرى سمو وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا مايكل مارتن، ثمن خلاله تأييد إيرلندا لقرار الأمم المتحدة الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر. ناقش الوزيران تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، حيث أكد سموه على أهمية أن يكون للمجتمع الدولي موقفا واضحا حيال هذه التطورات وأن يعمل على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار والدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العزل ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية. تصل إلى المملكة اليوم طائرة الإخلاء الطبي السعودي للتوأم السيامي النيجيري حسنة وحسينة، وذلك تمهيدا لإجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض. وكانت طائرة الإخلاء الطبي التابعة لوزارة الدفاع والمجهزة بأحدث المعدات الطبية توجهت إلى مدينة كانو النيجيرية لنقل التوأم السيامي النيجيري إلى المملكة. نجح البرنامج السعودي للتوأم الملتصقة منذ إنشائه للعام 1990 للميلاد في عمليات فصل 59 حالة من التوائم. تتواصل في الرياض أعمال اليوم الثاني من ملتقى الصحة العالمي تحت شعار استثمر في الصحة. يركز هذا الملتقى على أهمية رفع جودة حياة الفرد والمجتمع في القطاع الصحي لجذب فرص الاستثمارات المحلية والعالمية، إضافة إلى إبراز أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الصحة والتعليم والاستثمار الطبي، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات بمشاركة 300 شركة عالمية ومحلية. لتفاصيل أكثر عن ملتقى الصحة العالمي ينضم لنا من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله أرويس. مرحبا بك عبد الله. بداية حدثنا عن أيضا حدث المشاهد الكريم في إطار هذا الملتقى، دعنا نتحدث عن أبرز الملفات المهمة. نعم، أهلا بك وأيضا أهلا بالسادة المشاهدين الكرام. لا تزال فعاليات هذا الملتقى لليوم الثاني على التوالي، ربما أبرز ما نستطيع رصده في هذا الملتقى ليومها الثاني هو إقبال المستثمر الأجنبي للنظر في جدوى الاستثمار داخل القطاع الطبي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين القطاع سواء الحكومي أو القطاع الخاص عبر مشاركة أكثر من 300 عارض سواء على المستوى المحلي أو إقليمي أو على مستوى دولي. لحديث موسع حول المعرض وأيضا بعض المعلومات الأخرى، استضيف معي الدكتور رائد
الحازمي. نعم. المدير التنفيذي للإدارة العامة لتقنية المعلومات والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني دكتور رائد ألمبيك، لو تحدثنا عن تقنية المعلومات والشؤون الصحية وارتباطها وأهميتها بالتحديد في هذا التوقيت. تشارك الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في مؤتمر الصحة العالمي، وذلك لإظهار العديد من الإنجازات في الصحة الرقمية. فقد شارك الشؤون الصحية وعملت على رحلة التحول الرقمي في السنين الماضية، وتخلل ذلك تطبيق العديد من التقنيات المقدمة في الصحة الرقمية، والهدف من ذلك هو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة، ومنها تسهيل قدرة الوصول للخدمات الصحية، رفع درجة جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، وأيضا تحقيق الكفاءة التشغيلية في المنشأة. وهناك الكثير في الشؤون الصحية وفي المملكة في جانب الصحة الرقمية الذي نفخر فيه ونشاركه مع جهات أخرى في المؤتمر. ففي الشؤون الصحية تبنت العديد من التقنيات الفريدة في العالم، ومنها نظام المعلومات الصحي والذي طبقته الشؤون الصحية في جميع مرافقها في المستشفيات وفي المراكز الرعاية الأولية الخمس في الحرس أو على المستوى الصحية بوزارة الحرس الوطني، والتي مكنت الشؤون الصحية أن تصل إلى درجة فريدة من تقديم ملف صحي إلكتروني موحد لجميع مرضاها بغض النظر عن المرفق، مرافق الشؤون الصحية التي يراجعونها المرضى. وقد أوصل الشؤون الصحية هذا التقدم في الجانب الرقمي إلى أن وصلت إلى درجة نضج عالية جدا بشهادة منظمات دولية مثل المنظمة الدولية للمعلوماتية الصحية Health Information and Management System Society HIMSS، والتي أعطت الشؤون الصحية شهادة اعتماد في أعلى مستوى، المستوى السابع في 4 جوانب، وهي المنشأة الوحيدة في العالم التي حصلت على مثل هذا المستوى. إذا كانت هي المنشأة الوحيدة في العالم التي حصلت على هذه أو وصلت هذا المستوى، كيف ستساهمون في نقل المعرفة للمستشفيات، للقطاعات الحكومية مثل هذا الملتقى؟ هل هناك تبادل خبرات مع القطاع الخاص أو أيضا مع القطاع الحكومي المستشفيات الأخرى؟ صحيح، مثل هذا الملتقى، مثل هذا المعرض وهذا المؤتمر هو مكان ممتاز جدا لنشر المعرفة ومشاركة الخبرات، وهذا هو أحد الأسباب الذي جعل الشؤون الصحية تشارك في هذا المؤتمر. وقد لاقى جناح الشؤون الصحية إقبال كبير في يوم أمس واليوم من العديد من الممارسين الصحيين سواء من داخل المملكة أو من خارجها. أمس على سبيل المثال زارنا وفد من جامعة هارفارد ومن مستشفيات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية. ردة فعلهم لوقت ما زاروكم؟ كانوا مندهشين صراحة من درجة النضج الرقم التي وصلنا لها، ورتبنا لعل يكون لقاءات إن شاء الله مستقبلية بين الشؤون الصحية وبين جامعة هارفارد، قد تكون إن شاء الله تحصل في المستقبل القريب. لكن الشاهد من حسب أو بناء على سؤالك أنه مثل هذه المؤتمرات هي أماكن مناسبة جدا لمشاركة الخبرات ونشر إنجازات سواء الشؤون الصحية أو المنشآت الصحية الأخرى. شكرا جزيلا دكتور. عفوا. شكرا جزيلا. إذن كما كان معنا الدكتور رائد الحازمي المدير التنفيذي للإدارة العامة لتقنية المعلومات والشؤون الصحة بوزارة الحرس الوطني. نعم، أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد الله أرويس على هذه المشاركة، أيضا نشكر ضيفك الكريم، شكرا لكما. أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة سكان المملكة الذين قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدا بلغت 52% بين البالغين 15 سنة فأكثر، بينما بلغت 70% بين الأطفال والمراهقين حتى عمر 14 عاما. وأشارت الإحصائيات إلى أن نسبة البالغين 15 سنة فأكثر ممن لديهم تصور سيء أو سيء جدا عن حالتهم الصحية بشكل عام بلغت 26% بناء على تقييم الشخص الذاتي لحالته النفسية البدنية وأنشطته اليومية الاعتيادية.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي التي تدخل حيز النفاذ اعتبارا من اليوم 30 أكتوبر، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران. بشأن إعلان الهيئة عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني بالمملكة، كشف مساعد الرئيس التنفيذي للأنظمة الاقتصادية المهندس عمار الحربي عن المقصود بالسياسة الاقتصادية وأبرز مستهدفاتها. عملت الهيئة في الفترة الماضية على تحديث السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يواكب التغيرات العالمية بقطاع الطيران وبما يتوافق مع المستهدفات الموضوعة باستراتيجية الوطنية للطيران، الوصول إلى 330 مليون مسافر والوصول إلى 4.5 مليون طن من الشحن الجوي، وذلك لتعزيز مركز المملكة كرائد عالمي في قطاع النقل الجوي والشحن الجوي على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. السياسة الاقتصادية هي قواعد رئيسية منظمة لجميع الأنشطة الاقتصادية بقطاع الطيران، وارتكزت هذه السياسة الاقتصادية على 4 مبادئ رئيسية. المردود الاقتصادي المتوقع لهذه اللوائح خاصة في مجال الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق السعودي. ركيزة أساسية في السياسة الاقتصادية ونصت عليها اللوائح بشكل صريح أن العمل بهذه السياسات واللوائح يتيح السوق المفتوحة بقطاع الطيران، سواء بالنقل الجوي وتسهيل الإجراءات الأنشطة الاقتصادية للناقلين الجويين أو بالخدمات الأرضية بدخول لاعبين جدد يؤدون إلى رفع جودة الخدمات، أو المطارات والتي توضح الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها المطارات وتعزز من جودة الخدمات التي تجذب جميع اللاعبين سواء المحليين أو العالمين. ونود نؤكد كذلك في السياسة الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية أنها تجذب استثمارات أجنبية وتحسن، الهدف منها تحسين من الاستثمارات الحالية الموجودة المحلية لتكون الشركات المحلية هي شركات رائدة عالميا وعلى مستوى العالم، مما يعزز من أهداف المملكة في أن تكون الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم. ينطلق اليوم معرض طاقة المستقبل والطاقة الشمسية في الرياض بمشاركة 200 عارض. يهدف المعرض الذي يستمر يومين إلى مناقشة تطورات الطاقة التي تشهدها المملكة وبحث الموضوعات الحيوية في مجال الطاقة النظيفة المستدامة، فضلا عن تقنيات إنتاج وتخزين الطاقة الشمسية وغيرها. تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غدا الثلاثاء الملتقى الأول للمهارات والتدريب في منطقة الحدود الشمالية. يضم الملتقى مجموعة من المبادرات النوعية في المهارات والتدريب تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تمكينهم ورفع مشاركتهم في سوق العمل. أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز 97% من تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الخرمة رانيا بيشا الذي يبلغ طوله 360 كيلومتر. يهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج إلى رفع مستوى السلامة والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق وتقليل الحوادث. توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم، الجوف، في حين ما تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية. لمتابعة أكثر للأحوال الطقس في معظم مناطق المملكة ينضم معنا من المركز الوطني للأرصاد مراسل الأخبار السعودية الزميل عبد الله الخرجي. مرحبا بك عبد الله، تفضل.
في البداية مساء الخير عليك منى ومساء الخير على مشاهدي أخبار السعودية. في البداية بالفعل كما ذكرتي في النشرة الاقتصادية أو النشرة الأرصادية لهذا اليوم ويوم أمس، كان هناك توقعات خلال الأسبوع الماضي للمركز الوطني للأرصاد أن هناك حالات مطرية على عموم مناطق المملكة، وكانت وتستمر هذه الحالات المطرية إلى يوم الأربعاء. نتحدث من داخل إدارة التوقعات والطقس في المركز الوطني للأرصاد، الذي كان خلال الفترة الماضية يعمل على مدار الساعة على مدار 24 ساعة بإصدار التنبيهات وأيضا التوقعات لأحوال الطقس في المملكة، وأيضا بدء موسم الأمطار في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، وأيضا ما هي أبرز الظواهر الجوية التي ستكون خلال الأسبوع القادم والأسابيع القادمة بإذن الله مع قرب دخول فصل الشتاء. الحديث بشكل موسع عن هذه الحالة المطرية وأحوال الطقس في المملكة يسعني أستضيف الأستاذ عقيل العقيل وهو محلل الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد. في البداية أستاذ عقيل، لو تحدثنا عن هذه الحالة المطرية التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية وأيضا أحوال الطقس في الأيام القادمة بإذن الله. أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير. الحمد لله، ما تزال المؤشرات تدل على استمرار حالة عدم الاستقرار. المركز الوطني للأرصاد أصدر تقريرا إلحاقي للحالة الجوية التي أثرت الأسبوع السابق، متوقع إن شاء الله تعالى كالعادة نحن في بداية شهر نوفمبر إن شاء الله تعالى، وهذا الشهر يعتبر من أكثر الشهر تميزا في هطول الأمطار واتساع رقعتها. ففعلا كما نشاهد على صور الأقمار الصناعية وتوقعاتنا، السحب الرقمية الرعدية متواجدة على كثير من مناطق المملكة، هطول الأمطار إن شاء الله متوقع أن يستمر خلال نهاية الأسبوع. بالمناسبة هي إجازة أسبوع مطولة، ستكون الأجواء رائعة وماتعة على مناطق وسط المملكة والمناطق الشرقية، منطقة القصيم، منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض إن شاء الله تعالى. وبدأنا عبد الله نلاحظ حتى اعتدال في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع هطول الأمطار الحمد لله، فلذلك الأجواء إن شاء الله بشكل عام مبشرة إن شاء الله بخير. أستاذ عقيل، تحدثنا عن درجات الحرارة وتسجيلها، أقل درجات حرارة وأعلى درجات حرارة، أيضا كما نشاهد أنه هناك أيضا تطور بشكل كبير وملحوظ في متابعة أو وعي الناس في متابعة النشرات التي تطلقونها أو التنبيهات التي تطلقونها، كيف رأيتم هذا التفاعل وإذا كيف ترى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة؟ هذا صحيح، يعني إحنا درجات الحرارة الآن لم نعد نسجل 40 درجة مئوية. أعلى درجات حرارة نسجلها يمكن في مكة المكرمة وفي محافظة ينبع ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، درجات الحرارة تراوح في معدلات 33 درجة مئوية. أقل درجات حرارة نسجلها الآن هذه الأيام هي في قمة جبل السودة، أقل من 10 درجات مئوية. بالمناسبة اليوم أصدرنا الملخص المناخي لشهر نوفمبر. في شهر نوفمبر نسجل عادة درجات الحرارة المنخفضة، سجلنا سابقا في شهر نوفمبر في القريات درجات حرارة وصلت إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر، فلذلك لا يستبعد أن يكون في شهر نوفمبر أحيانا درجات حرارة منخفضة. كذلك سجلنا في شهر نوفمبر أعلى مدينة تسجيل لكمية هطول أمطار حسب سجلاتنا المناخية كانت في الظهران، وأعلى كمية تسجيل يومية حسب سجلاتنا المناخية كانت في محافظة جدة. يعني إن شاء الله نكون موعودين خلال الفترة الماضية إن شاء الله بهطول أمطار. لو ذكرنا بس على الشريط الحدودي في منطقة مكة المكرمة، كون أنه هذه المنطقة فيها متغيرات كثيرة، في مشاهدتنا للنشرات الجوية السابقة أن هناك السحب الركامية، وهذه السحب هي تلاقي الرطوبة وتلاقي البرودة على المرتفعات، كيف تأثيرها على سواحل منطقة مكة المكرمة؟ ما تزال أجواء المملكة تمر بحالة جوية من عدم الاستقرار، حتى سواحل منطقة مكة المكرمة ما تزال الفرصة مواتية عليها إن شاء الله حتى نهاية الأسبوع. مع امتداد منخفض البحر الأحمر ونشاط المنخفضات الحركية حقت البحر الأبيض المتوسط، ما تزال حالة عدم الاستقرار هي المسيطرة إن شاء الله على أجواء المملكة، وموعودين إن شاء الله تعالى بهطول الأمطار على كثير من المناطق، نكثر من الاستغفار والدعاء ونسأل الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة. شكرا لك. عفوا.
بالفعل كما شاهدنا مع الأستاذ عقيل العقيل وهو محلل الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد عن أجواء المملكة واستمرارية الفرص هطول الأمطار خلال الأيام القادمة وأيضا الحالة الجوية ومتابعة الحالة الجوية بشكل مباشر وعلى مدار 24 ساعة من داخل إدارة الطقس والتوقعات في المركز الوطني للأرصاد وأيضا حث المواطنين على متابعة النشرات الجوية وأخذ الحيطة والحذر. هذه أبرز المشاهدات لدينا منى والعودة إليك. جعلها الله أمطار خير وبركة. أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد الله الخرجي، أيضا نشكر ضيفك الكريم، شكرا لكما. بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار للحفاظ على السلامة، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة. يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار غزيرة تصل إلى حد تدفق السيول في عدد من مناطق المملكة. تستعد أمانة المنطقة الشرقية لموسم الأمطار ب 43 محطة لتصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام، إضافة إلى محطتين تدخل الخدمة لهذا العام. لتفاصيل أكثر تنضم معنا مراسلة أخبار السعودية الزميلة أنفال الحارثي. مرحبا بك أنفال، تفضلي. يسعد مساك منى ومساء جميع المشاهدين. نعم، يعني تشهد المملكة حالة مطرية بجميع مناطقها، وللمنطقة الشرقية هنا يعني نصيب من هذه الأمطار. يعني اليوم ظهرا هنا كان هنالك أمطار خفيفة في مدينتي الظهران وكذلك الدمام. أما بالنسبة لما تحدثنا عن يعني المحافظات الشمالية الشرقية بالنسبة لي اللي هي محافظة الخفجي والنعيرية، فإن هناك أجواء يعني الأجواء غائمة هنالك، وأيضا ما زالت هنالك فرصة لهطول الأمطار. يعني أمانة المنطقة الشرقية خلال هذا الموسم استعدت له ب 43 يعني محطة لتصريف مياه الأمطار، منها التي أنا الآن أقف منها اللي هي محطة تصريف ابن خلدون بمدينة الدمام. هذه المحطة هي ضمن 43 محطة لتصريف مياه الأمطار، وهنالك في حاضرة الدمام، يعني في حاضرة الدمام اللي هي الدمام الظهران الخبر، هنالك 43 محطة لتصريف مياه الأمطار ولخدمة جميع أحياء حاضرة الدمام. يعني كذلك أمانة المنطقة الشرقية استعدت لهذا الموسم بعمل فرضية. يعني الأسبوع الماضي كان هنالك فرضية عملتها أمانة المنطقة الشرقية، وهذه الفرضية يعني تأتي هي فرضية حالة مطرية كانت نفذتها أمانة المنطقة الشرقية وكذلك مديرية الدفاع المدني، وأيضا هناك جهات ذات علاقة مثل وزارة الصحة وأيضا الهلال الأحمر كانوا يعني عملوا هذه الفرضية في أحد الأنفاق بمدينة الدمام، في حال يعني كان هناك ارتفاع لقدر بمنسوب المياه في أحد الأنفاق بمدينة الدمام. يعني تأتي هذه الفرضية لي يعني رفع مستوى التنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة وسرعة التنسيق ما بينهم في حال كان هناك مخاطر من هطول الأمطار لا قدر الله، والله يجعلها أمطار خير وبركة علينا. كذلك يعني من استعدادات أمانة المنطقة الشرقية قامت بعمل تعمل على ثلاث محطات لتصريف مياه الأمطار، واللي هي محطة هي محطة الفاخرية ومحطة طيبة في مدينة الدمام ومحطة الشراع في الخبر. أيضا هنالك محطتين استحدثتها هذا العام اللي هي أمانة المنطقة الشرقية، وهي محطة في حي اللي هي النزهة بمدينة الدمام وحي بدر أيضا بمدينة الدمام. يعني هذه اللي هي محطات تصريف مياه الأمطار تأتي لخدمة جميع مثل ما ذكرت جميع أحياء حاضرة الدمام اللي هي الدمام الظهران الخبر، وكذلك يعني هذه الفرضية التي عملت الأسبوع الماضي بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني هنا بالقطاع الشرقي لرفع مستوى الجاهزية ما بين الفرق الميدانية والعاملين الميدانيين هنا في المنطقة الشرقية.
نعم أجواء يعني منى هنا هذه الأجواء هنا في المنطقة الشرقية أجواء يعني غائمة، ويستمتع الأهالي بهذه الأجواء بالتوجه إلى الواجهات البحرية سواء كان نعم. في الدمام أو في الخبر وكذلك بالفعل. في مدينة الظهر. نعم. نعم بالفعل أنفال هذه الجاهزية والاستعدادات وأيضا الفرضيات التي عملت هي تكون في جاهزية لموسم وأيضا استعدادا لموسم الأمطار القادم، جعلها الله أمطار خير وبركة. على كل حال شكرا جزيلا لك أنفال الحارثي، شكرا لك. ولمتابعة الحالة المطرية في أبها ينضم معنا مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله آل عبيد. مرحبا بك عبد الله. عبد الله هل تسمعنا؟ أهلا بك منى، تفضل حدثنا عن الحالة المطرية في أبها. نعم، اليوم أنا موجود في مدينة أبها للحديث عن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة عسير. اليوم يعني إحنا من يوم الجمعة تقريبا أو يوم الخميس الحالة مستمرة على مدينة أبها بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها المنطقة. اليوم يعني منطقة عسير في أيضا إدارة تعليم منطقة عسير حولت الدراسة عن بعد ليوم أمس وكذلك قبله، وما زالت الحالة المطرية مستمرة هنا على منطقة عسير كما نشاهد. يعني أيضا وفق يعني الرسائل التحذيرية القادمة من مركز الأرصاد إلى استمرار الحالة المطرية حتى يوم الجمعة القادم. نتحدث اليوم أيضا عن التحذيرات الواردة من المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وذلك توخي الحيطة والحذر بعبور مجاري الأودية والسيول وأيضا عدم المكوث فيها. نتحدث اليوم أيضا عن الفرق الرقابية التي استعدت بها أمانة منطقة عسير بمراقبة الأحياء والشوارع العامة والميادين ومتابعة الحالة المطرية. أيضا نتحدث أيضا عن الهلال الأحمر السعودي الذي تابع حقيقة هذه الحالة بتجهيز العديد من الفرق المتواجدة في الميدان لمتابعة هذه الحالة. استعدادات كبيرة جدا من قبل يعني القطاعات الحكومية ذات العلاقة التي استعدت منذ وقت مبكر. نتحدث أيضا عن تحذيراتنا أيضا للمواطنين والمقيمين الموجودين في منطقة عسير بضرورة اختيار المواقع المناسبة أثناء التنزه وعدم يعني المكوث في مجاري الأودية والسيول، وأن هناك أودية وشعاب كبيرة دائما ما تكون موجودة في منطقة عسير ويكون فيها سيول منقولة، وهذا التحذير حقيقة هو ما نؤكد عليه دائما، إضافة إلى عدم المجازفة بعمور مجاري الأودية والسيول خاصة في مثل هذه الأوقات. نعم أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد الله آل عبيد على هذه الخلاصة، شكرا على هذه المشاركة. مستمرون معكم في هذه النشرة ولكن بعد هذا الفاصل. حييكم من جديد، إليكم موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية يثمن تصويت النرويج وإيرلندا على القرار الأممي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. تصل إلى المملكة اليوم طائرة الإخلاء الطبي السعودي للتوأم السيامي النيجيري حسنة وحسينة. تتواصل في الرياض أعمال اليوم الثاني من ملتقى الصحة العالمي تحت شعار استثمر في الصحة. أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة سكان المملكة الذين قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدا بلغت 52% بين البالغين 15 سنة فأكثر، بينما بلغت 70 بين الأطفال والمراهقين حتى عمر 14 عاما. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي. حييكم. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن بندر ابن عبد العزيز أمير منطقة الرياض محافظ الهيئة الوطنية للأمن السبراني المهندس ماجد المزيد، حيث اطلع سموه على تفاصيل النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السبراني الذي سوف يعقد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين بعد غد الأربعاء بمدينة الرياض، كما استمع لشرح عن جدول المنتدى الذي سوف يعقد بعنوان رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السبراني والمتحدثين الرئيسيين فيه ومحاور حلقات النقاش المزمع عقدها خلاله.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير منطقة الشرقية سفيرة سويسرا لدى المملكة السيدة ياسمين شاتيلة، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية. شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. جاء ذلك خلال لقائه محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تفعيل العمل التكاملي ونقل المعرفة لأعمال المراجعة الداخلية بين الطرفين، بما ينعكس إيجابا على الأعمال المشتركة بين إمارة منطقة القصيم وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تحفيزا للإبداع والابتكار وتعزيزا للمهارات والقدرات المعرفية، زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم معرض الأولمبيات الوطني للإبداع واطلع على المشروعات الطلابية. المزيد في سياق هذا التقرير. مشاريع ابتكارية وبحوث علمية يتنافس فيها الطلاب والطالبات لتحقيق مراكز متقدمة داخليا وخارجيا في الإبداع والريادة العلمية. هنا في بريدة يقام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2024 في مركز الملك خالد الحضري بمشاركة 120 مشروعا طلابيا. أمير المنطقة أشاد بالإبداعات العلمية والقدرات المتميزة لطلاب المنطقة الذين استعرضوا اختراعاتهم النوعية وبحوثهم العلمية. هذا المعرض يقدم فيه 120 طالب وطالبة بحوث علمية في مجالات مختلفة، مجالات علمية، مجالات تقنية، مجالات سلوكية. الطلاب الآن يعيشوا حالة من المنافسة والتحكيم، ويعيشون حالة من المشاعر اللي تجعلهم يشعرون بالسعادة أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة. طبعا هذا المعرض له ما بعده، حيكون فيه ترشيح من الطلاب للمعرض في الرياض، ثم ذلك يمثلوا الوطن في المناسبات العالمية بإذن الله. ويهدف المعرض إلى تعزيز الموهبة والابتكار وصقل الخبرات والإبداعات لدى الطلاب والطالبات في شتى المجالات العلمية والمعرفية. مشروعي في مجال الطاقة من جامعة الملك فهد البترول والمعادن في الظهران. اختصار لمشروعي هو إنتاج الوقود الحيوي بطريقة مستدامة ونظيفة. أحد أهم أهداف المشروع هي التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأيضا الحث من الحياد الكربوني. وأكيد هدفنا الأول والأخير هو أن نرفع اسم المملكة في مسابقة أولمبياد إبداع. والله أول شيء أنا دخلت فيه متعة، وطبعا كويس أني أشوف نفسي أني أشارك مع طلاب ثانيين، ويعني أسعى إن شاء الله أني أمثل السعودية وأروح لمايسف، وهذا يعني لي سنتين وأنا أشتغل عليه إن شاء الله أني بروح. لأخبار السعودية علي العطينان بريدة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مديرة فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمنطقة وجدان أرويلي، وذلك بمناسبة افتتاح الجمعية بالمنطقة، حيث استعرض اللقاء رؤية الجمعية نحو النهوض بالقطاع الفني والثقافي، كما اطلع سموه على الخطط المستقبلية للجمعية مؤكدا أهمية الفن التشكيلي الذي يعد أحد روافد الثقافة الذي يعكس ما تتميز به المنطقة تراثيا وتاريخيا. رأس سمو أمير منطقة الحدود الشمالية اجتماع مشروعات الطرق الجديدة بالمنطقة واستكمالات الطرق القائمة، حيث قدم مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد الشمري خلال اللقاء عرضا مرئيا عن أهم مشروعات فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، مشتملا على آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشروعات الوزارة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير التركي ابن هذلول ابن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة الشيخ محمد الفارس، نوه سموه بما توليها القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية بسلك القضاء لخدمة المواطن وتحقيق العدالة، مبينا أن المملكة رسخت منذ تأسيسها على دعائم الحق والعدل والإنسانية والإنصاف في جميع أركان الدولة.
دشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظة جدة معرض الأولمبيات الوطني للإبداع العلمي إبداع جدة الذي تنظمه إدارة الموهوبين والموهوبات بتعليم جدة بحضور مدير عام التعليم بالمحافظة منال الهيبي وعدد من قيادات التعليم، حيث تجول سموه في أركان المعرض مطلعا على مشاريع الطلاب البحثية المشاركة. ويهدف هذا المعرض الذي يستمر لمدة يومين إلى توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لديهم. نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري حفل سفارة جمهورية تركيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات في الرياض. تشارك المملكة في معرض الجزائر الدولي للكتاب في نسخته 26 بقصر المعارض بالجزائر العاصمة. لقي جناح المملكة إقبالا كبيرا من رواد المعرض، يشارك في المعرض العديد من دور النشر السعودية والجهات الحكومية. حظي جناح المملكة المشارك في فعاليات الطبعة 26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب بقصر المعارض في العاصمة بإقبال كبير من الزوار والمهتمين بالقراءة الذين قدموا من كل حدب وصوب. تضمن الجناح على أكثر من 548 عنوان من عدة إصدارات من جهات حكومية، كذلك هناك 5 شاشات تعرض فيها برامج متنوعة تتحدث عن التطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية في كل الميادين من تراث وسياحة وتعليم. كما تعرض هذه الشاشات برامج تتحدث عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. جهات حكومية عدة شاركت في هذه النسخة. جناح المملكة تميز باهتمام واسع بما يحتويه من كتب قيمة ومخطوطات في مختلف المجالات، إضافة إلى ترجمة المصحف الشريف إلى لغات عدة. وأشاد رواد المعرض بالتطور الذي تشهده المملكة على الأصعدة كافة. جناح المملكة العربية السعودية وممثل في سفارة المملكة بالجزائر دائما عودنا على تقديم الجديد وإعطاء صورة جميلة للمملكة. كتب متنوعة، كتب ذات تخصصات مختلفة، يمكن أن نجد من الأدبي من الديني من العلمي والتكنولوجي كذلك في بعض الأحيان كثيرة. السعودية الآن معروفة بهذا التنوع وبهذا الانتشار، بربما التفاتها إلى الجانب التكنولوجي إلى الجانب الرقمي. مشاركة المملكة جاءت للمرة 18 على التوالي لتأكيد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال الثقافي. هذا وتشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن جناح المملكة المشارك بالصالون الدولي للكتاب في الجزائر للعام الحالي، يستمر لمدة 10 أيام، حيث تستعرض الوزارة عبر الركن المخصص لها إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من المصاحف وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، بالإضافة إلى شرح تفصيلي عن مراحل خط وطباعة وإنتاج القرآن الكريم، وذلك لإطلاع الزوار على الجهود العظيمة التي تقدمها المملكة لخدمة ورعاية كتاب الله. قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة حزمة من الخدمات الدعوية الإرشادية لزوار جبل الرحمة بمشعر عرفات من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة للعام الحالي، وذلك في مساجد الحل والمنطقة المركزية والمواقع التاريخية والأثرية التي يقصدونها. استمرون معكم في هذه النشرة ولكن بعد هذا الفاصل. حيكم من جديد. عقد في مدينة جدة مؤتمر أمراض الدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم، حيث يهدف المؤتمر إلى مراجعة أحدث التطورات في بيولوجيا الأمراض. نتابع. مع انتشار أمراض الدم واختلاف أنواعها،
عقد في جدة مؤتمر أمراض الدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي شمل على منتدى الهيموفيليا بنسخته الخامسة والندوة الخليجية الرابعة لأمراض النزف والتجلط. التبادل العلمي له أهمية كبيرة بأنه يجعل المختصين والقائمين على هذا المجال من الخبراء في كافة المجالات من الممارسين الصحيين أقدر على تقديم أفضل مستوى رعاية ممكن للمستفيدين من مرضانا، وإحنا حريصين دائما على أن تكون جودة حياتهم أفضل وأفضل. تقريبا في حوالي 150 بحث علمي أتقدم، في تقريبا حوالي 120 محاضرة علمية تقدمت، فبالتالي قدمنا للناس العلم. أعضاء هيئة التدريس شاركوا خبراتهم السريرية في مجالات علم الوراثة الخلوية المرضية، إضافة إلى النهج العلاجي في سد فجوة الرعاية وإدارة الرعاية الداعمة، كما كان للتطورات وتحديثات في إدارة اضطرابات الدم نصيب بعرضها على هامش المؤتمر. الأدوية اللي تكلموا فيها اليوم في المؤتمر اللي إن شاء الله بيكون فيها مستقبل واعد للأنيميا المنجلية، وكمان في العلاج الجيني وزراعة النخاع العظام اللي احنا عارفينه من أول. واجه المؤتمر الممارسات والتحديات المحلية لتحسين نتائج المرضى والاطلاع على أحدث التطورات البيولوجية للأمراض. من جدة شهد باهبري، السعودية. قدمت الهيئة العامة للأمن الغذائي أرقاما وإحصائيات الغذاء في المملكة خلال مشاركتها في المعرض، حيث نوهت الهيئة بأن قيمة الهدر الغذائي في المملكة 40 مليار ريال سنويا. شاركت الهيئة في المعرض بالتعريف بإدارة برامج الأمن الغذائي وأهداف الهيئة للحد من الهدر الغذائي. 40 مليار ريال سنويا هي قيمة الهدر الغذائي في المملكة بنسبة تصل إلى 33%، وهنا تكمن أهمية البرامج التوعوية وإبراز الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالأمن الغذائي. عملت الهيئة دراسة في مجال فقد الهدر الغذائي، وصلت إلى نسبة أن 33% يفقد يهدر غذائنا بالمملكة 40 مليار ريال سنويا. وهنا وجودنا نوعي الجهات أو الشاركين دور الهيئة في عملية تقليل الهدر الغذائي بالمملكة إن شاء الله. من هنا تأتي مشاركة الهيئة العامة للأمن الغذائي في معرض إنفليفر العالمي، مشاركات محلية ودولية لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في الغذاء، إلى جانب مشاركة كبار الطهاة وهواة الطبخ والشركات الناشئة. والله شوفوا، كل إنسان يكفيه بيالة رز. إحنا ترى العين، يعني كل واحد جوعان العين تاكل، لو إحنا متعود دائما على الكميات القليلة بيفرق معانا بالهدر شيء مو طبيعي، يعني بصير نبطل عادة التباسي. أفضل طبعا، بتفرق كثير. يعد معرض إنفليفر أكبر معرض عالمي لاستدامة الغذاء في المملكة، إذ يتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في المجال الغذائي في المملكة إلى 70 مليار دولار هذا العام. محمد الله. انطلق في منطقة المدينة المنورة اللقاء الثاني لجمعيات وزارة الحج بهدف مناقشة أبرز تحديات الخطط التشغيلية والتنفيذية وطرح مبادرات بالشراكة مع الجمعيات المشاركة لتطوير برامج خدمة ضيوف الرحمن. في عنوان يحمل في تفاصيل رسالته التكامل والبناء، اجتمعت تحت مظلته جمعيات وزارة الحج لمناقشة أبرز التحديات في تنفيذ خططها التشغيلية. اليوم تشهد الوزارة هذا اللقاء التنسيقي للتعارف ومد جسور التعاون ونقل الخبرات بين الجمعيات الناشئة والجمعيات التي تم تأسيسها منذ سنوات. يأتي اللقاء الثاني بجلستين متتاليتين ومحاور مختلفة لصناعة المبادرات والخروج بمشروع تكاملي يخدم ضيوف الرحمن. اليوم لقاء تشاركي تكامل ما بين الجهود المقدمة في القطاع غير الربحي في هذه الجمعيات، تتكامل هذه الجهود مع ما تقدمه وزارة الحج والعمرة من قدرات وإمكانات بشرية وطاقات، حقيقة كبيرة جدا لإثراء تجربة الزيارة. بمشاركة 15 جمعية متخصصة، أخذ هذا اللقاء في رؤيته توحيد الجهود وتمكين القدرات لتأصيل الشراكة وتجسيد مفهومها بين جمعيات الوزارة. للإخبارية
فدوم طبقاني، المدينة المنورة. وصلت إلى المدينة المنورة أشعلة دورة الألعاب السعودية في رحلة تجوب خلالها معالم المملكة التاريخية، حيث من المقرر أن تستضيف العاصمة الرياض منافساته خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 10 من ديسمبر المقبل. تواصل شعلة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023 جولتها في مختلف مناطق المملكة ومدنها، وذلك للترويج للقيم الإيجابية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة، لتتجول الشعلة في أهم المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية، ومن هذه المناطق منطقة المدينة المنورة. الحقيقة هذه الألعاب السعودية تتيح الفرصة للشباب والبنات المساهمة وتطوير قدراتهم ممارسة الرياضة والمنافسة في تحقيق الألقاب. الحقيقة أنه الآن شعلة الألعاب السعودية أو الألعاب السعودية 2022 كانت ألعاب أو نسخة ناجحة جدا، حفزت الجميع جميع الشباب والبنات ممارسة الرياضة والاستعداد للألعاب السعودية نسخة 2023. طبعا أتشرف بحمل شعلة الألعاب السعودية للموسم الثاني. الألعاب السعودية الكبيرة، الحدث الرياضي الضخم اللي تقوم عليه وزارة الرياضة، واللي يعطي الفرصة الكبيرة للرياضيين في جميع أنحاء المملكة، يعطي أيضا الفرصة لجميع الرياضات المختلفة أنها تكون موجودة على الساحة الرياضية. المحطة الأولى للشعلة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، ومن ثم توجهت المسيرة إلى قصر عروة بن الزبير، ومن ثم تناوب في حملها عددا من الرياضيين والمؤثرين في مجتمع طيبة الطيبة، لتصل إلى ميدان الملك عبد العزيز لتستهدف الجولة نشر القيم الإيجابية للألعاب السعودية. شعور فخر واعتزاز بحمل الشعلة الألعاب السعودية للسنة الثانية على التوالي الحمد لله، وأتمنى من كل الشباب الجد والاجتهاد للوصول للأماكن ذي، ترى فخر واعتزاز لنا والله. شعلة دورة الألعاب السعودية قطعت خلال جولتها جميع أنحاء المملكة لنقل رسالة سلام وصداقة إلى الأهالي، ومنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء برمزيتها الإنسانية. للقناة الإخبارية محمد الشهري، المدينة المنورة. تنطلق اليوم الاثنين منافسات دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاث مواجهات، حيث يستضيف النجم نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، فيما يواجه الخليج نظيره ضمك في الخبر، وتختتم لقاءات اليوم بمواجهة الهلال والحزم على استاد الملك فهد بالرياض. بدأت في منطقة جازان المقاهي المشاركة في مبادرة الشريك الأدبي التي أطلقتها هيئة النشر والأدب والترجمة على مستوى مناطق المملكة لتفعيل برامجها الثقافية عبر استضافة الأدباء والروائيين والشخصيات الثقافية في المجتمع. لأن الثقافة أسلوب حياة وتعايش اجتماعي بين المثقف ومجتمعه، خاصة في المجالات الأدبية بمختلف أنواعها، فقد تبنت وزارة الثقافة عدة مبادرات لهيئاتها، ومنها هيئة الأدب والنشر والترجمة التي شرعت في مبادرة الشريك الأدبي في المقاهي بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها. خير وسيلة الآن تلائم العصر هي هذه المنتديات القريبة من المجتمع، ولا تنسى الأندية الأدبية باعتبارها مرحلة مثلت المرحلة الأطول والأكثر خصبا، ونتمنى أن تكون أيضا اللاحقة تكون امتدادا وليس انقطاعا. تعد المقاهي بيئة حاضنة خاصة لفئة الشباب والشابات، وهي فرصة لأن يأتي الأديب والمثقف إلى هذه الأماكن العامة بدل أن يؤتى إليه. أعتقد أنها نقطة تحول ومرحلة تغيير أيضا منتظرة، وبذات الوقت تحتاج تحدي، مسألة أو عملية تمارس
تغيير على الذهنية المتقاطعة مع الثقافة من خلال المؤسسات الرسمية كالأندية والجمعية تحتاج إلى عمل جبار. ومن خلال هذه المبادرة تسعى المقاهي إلى رواج أنشطتها وتوسيع دائرة الشراكة مع المجتمع بإقامة فعاليات وأماكن ثقافية متنوعة. الشريك الأدبي دوره أن يقرب الأدباء من المجتمع، أن يقرب الأدب من المجتمع. ما شاء الله تبارك الله كل الأمور تقريبا يعني متاحة للشركاء الأدبيين بحسب فئاتهم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل تستطيع هذه المقاهي أن تؤدي الدور نفسه الذي تؤديه المؤسسات الثقافية وتلبي تطلعات الوسط الثقافي؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل. محمد اليامي، جازان. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عملية توزيع المساعدات الإيوائية والغذائية للأسر المتضررة جراء الإعصار المداري الذي ضرب محافظة المهرة وأدى إلى تضرر آلاف من السكان ونزوح المئات من الأسر. نتابع. منازل هدمت وأسر نزحت جراء تأثير الإعصار الذي ضرب محافظة المهرة. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باشر تدخله الإنساني الطارئ بتوزيع المساعدات الإيوائية والغذائية للأسر النازحة في المديريات المتضررة بعد فتح الطرقات إليها. اليوم تم توزيع 150 سلة غذائية مع 150 كرتون تمر مع 50 شنطة إيواء. تعتبر هذه كدفعة أولى، وإن شاء الله الدفعة الثانية ستوصل في القريب العاجل. نشكر الأخوة في مركز الملك سلمان على هذا الدعم وهذا الإسناد للأخوة المتضررين من عصار تيج. وتشمل المساعدات الإيوائية توفير مأوى آمن وملائم للأسر، بما في ذلك تأمين البطانيات والمستلزمات المنزلية والغذائية التي تحوي على مواد أساسية تلبي احتياجاتهم لتخفيف العبء الناجم عن نزوحهم من منازلهم. صار في قبل أيام الأعصار ودمر كل الخدمات، من خدمة الكهرباء والمياه والماوى، وكل الخدمات مقطوعة، والنت والاتصالات كلها مقطوعة. جهود المساعدة والإغاثة من مركز الملك سلمان تسهل عملية التعافي في المناطق والمديريات المتأثرة بالإعصار، وتعد مديرية حصوين الأشد تضررا إذ خلف الإعصار وفيات وإصابات وأضرارا في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة ونزوح آلاف من السكان. عبد الرحمن بن عطية، المكلا. تذكير بأهم العناوين. وزير الخارجية يثمن تصويت النرويج وإيرلندا على القرار الأممي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. هيئة الإحصاء تصدر عددا من مؤشرات الحالة الصحية في المملكة بهدف رفع مستوى أداء الناقلات الجوية. بدء سريان السياسة الاقتصادية للطيران المدني بالمملكة. المركز الوطني للأرصاد يتوقع استمرار الحالة الماطرة على مناطق واسعة من المملكة. وصلنا إلى الختام، تحية طيبة، السلام عليكم.